السلام عليكم ورحمة الله. بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في اليمن قرابة 7 ملايين مستخدم، بما يقارب 25% من عدد السكان، معظمهم تحت سن 30، وأغلب هؤلاء يستخدمون تطبيق التواصل واتساب وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويحتل فيسبوك صدارة مواقع التواصل الاجتماعي بين اليمنيين من ناحية عدد المشتركين، إذ أصبح المساحة السياسية والاجتماعية الأكبر والأوسع انتشاراً يناقش فيه اليمنيون كسائر شعوب العالم مشاكلهم السياسية والاجتماعية. قضايا كثيرة تبناها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي آتت ثمارها على الواقع، سواء كانت على علاقة بالحكومة أو بسلطة الانقلاب أو بدول التحالف أو غيرها من القضايا الاجتماعية والحقوقية. أصبح تأثير مواقع التواصل الاجتماعي ملموسا على أرض الواقع، ويظهر ذلك في قيام الانقلابيين بملاحقة بعض الناشطين على خلفية منشور على فيسبوك أو تويتر كما حصل في صنعاء. مشاهدينا الكرام، حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في قضايا اليمنيين ومستقبل هذا التأثير سيكون نقاشنا في بين قوسين لهذه الليلة. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب الناشط السياسي أسعد الشرعي، وكذلك الأخ عز الدين عارف يوتيوبر يمني، وكذلك سيكون معنا الناشطة السياسية نادية عبد الله. قبل النقاش نذهب لفاصل قصير، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ أسعد الشرعي. مساء الخير أستاذ أسعد. أستاذ أسعد مساء الخير. يا مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا بك أستاذ أسعد. ربما اليوم خصصنا هذه الحلقة عن أكثر الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرا في القضايا الوطنية أو الاجتماعية أو السياسية أو ما شابه ذلك. في البداية كيف ترى، هل فعلا هذه الشريحة في المجتمع لها تأثير كبير، بدأ صوتها يحدث تغييرا داخل المجتمع؟ حياك الله يا أخي بشير، تحية خاصة لك أخي الكريم، وتحية لقناة بلقيس وطاقمها ومراسليها وكل من يعمل فيها، وتحية أيضا لجمهوركم الكريم. وفي الحقيقة أخي الكريم، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت هي الأداة الفاعلة الآن في معركة الوعي، لأنه الآن نخاطب الناس على مدار الساعة يعني. ولو لم تكن مواقع التواصل الاجتماعي ذات تأثير كبير لما لجأت حتى القنوات الفضائية نفسها إلى أن تنشئ حسابات في هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي. الحمد لله يعني من خلال نشاطنا المتواضع فيه نجد أثر كبير جدا، ونجد تجاوب مع الناس، ونجد أنه غيرنا قناعات، طبعا أنه غير قناعات في الناس، واستطعنا أن نضع بصمة، ولو أنه لا زال نشاطنا إلى حد إلى الآن. أنا شخصيا أعتبر نفسي لم أبدأ بعد. نعم. هي يعني محاولات أنه نوسع القاعدة ولا الشريحة أكثر وأكثر حتى نخاطب الملايين إن شاء الله، حتى نضع لنا بصمة، لأنه بالتأكيد وهذا شيء واضح جدا أن مواقع التواصل الاجتماعي لها الأثر الأول الآن، هي المعيار الأول الذي يغير وعي الناس والذي يؤثر في وعي الناس الآن أكثر من القنوات الفضائية نفسها. وأنا الآن متواجد في قطر، ووجدت أثر النشاط الذي أقوم به هنا في قطر، وجدته فالجميع يعني كان يرى ويسمع ما نقول وما نكتب، الحمد لله. هل هذا الأثر أستاذ أسعد يعني يتحكم به آخرون، يسيرونكم، يوجهونكم للتحدث أو إحداث تغيير معين في جهة معينة، أم هو نابع من قناعات لديكم أنتم؟ أنا سأتكلم في هذا النقطة عني شخصيا، عن نفسي في هذه المسألة. طبعا من يتكلمون بهذه اللهجة هم من يسيرون أصلا، أما نحن ولله الحمد أن أقولها وبكل ثقة أنني لست مؤدلجا ولست موجها ولست تبعا لأحد، وباستطاعتك أن تتأمل كلماتي. يعني أنا الحمد لله هذا فضل من الله كبير، عندما تسمع كلامي تشعر أن هذا الرجل يتكلم، حتى أنا نفسي قبل أن أفتح التليفون لا أدري ماذا سأقول في حجة الأمر، أفتحه كذا وأفضل مسألة شحنة داخلي
أخرجها من القلب فتصل إلى قلوب الناس دون توجيه. لسنا أبدا، وأقولها من على شاشة بلقيس، لسنا ممن يتوجه، ولا المؤدلجين ولا أصحاب الدفع المسبق، ولسنا. لو كنت هكذا وأنا شخصيا أقسم بالله أتمنى أني ما أطلع عمري ولا أمارس، لأنه رأس المال هو المصداقية مع النفس، والحمد لله. ولهذا نجد أثر، لأننا نتكلم من عمق ومن قلوبنا كلام خالص، ولهذا يصل إلى قلوب الناس ولله الحمد. نعم. طيب أستاذ أسعد، أكثر المواضيع تأثيرا من خلال تجربتك على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقى انتشار واسع، تلقى تفاعل كبير، هل السياسية أم الاجتماعية أم مواضيع أخرى؟ هناك مواضع أخ بشير هي تفرض نفسها في حقيقة الأمر. والله إحنا لا أنا ولا اليمنيين كنا نحب السياسة ولا نريد السياسة، ولكن تأتي أحداث تفرض نفسها بقوة، كعاطفة حزم عندما انطلقت في اليمن، كان حديث الساعة أو الأزمة الخليجية اليوم أو شيء. فالمحور السياسي هو الأبرز حاليا. أيضا المواضيع الأكثر إثارة هذا اليوم مأساة الإخوة المغتربين حقيقة الأمر، المتضررين من القرارات الأخيرة. هذا الآن تلقى رواج، والكل يريد أن يتكلم في هذا المجال، والكل يريد أن نتكلم ونضع هذا المأساة، لكننا في خانة العداء للدول التي تمارسها بالظلم على الناس للأسف الشديد. نعم. طيب أستاذ أسعد، في الآونة الأخيرة خاصة من لديهم يعني مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، البعض له عتب كبير أن هناك نوع من الإسفاف الكبير، نوع من التحدث بألفاظ ربما لا يتقبلها الكثير من الناس، لكنها على الجانب الآخر تلقى رواجا واسعا لدى المتابعين. كيف تقيم أنت هذه الجزئية ما بين أن تطرح موضوع ذو قيمة برسالة سامية، بعيد عن السب، بعيدا عن الشتم، بعيدا عن الإسفاف في الألفاظ أو ما شابه ذلك؟ عندما يعني تخاطب شريحة محترمة وتحترم عقليات الناس الذين يسمعونك، ستكون ملزم بأن تحسن أدائك. يعني أنا لا أنكر أن طبعا لا يوجد أحد يملك الحقيقة كاملة، أو لا يوجد مقاطع خالية من العيوب تماما. أنا شخصيا أعترف أن تحدث لي زلات لسان، لكن تحدث في وقت من الامتعال. لكن هناك أنا أقول لك ما هو جوهر المسألة، ما هو جوهر الشيء الذي يجعل للمقطع أو للتغريدة أو المنشور قيمة. نعم. هو أن يكون صاحب هذا المنشور أو صاحب هذا المقطع يعني يحمل رسالة، يحمل هم، يعني مش المسألة فسبكة أو أضحك الناس أو أجمع أكبر عدد من اللايكات أو مثلا ألقى رواج. لا، قد تلقى رواج، يعني ما سبحان الله أحيانا أشياء تافهة القارئ، لكنه يعني جمهور زائف، يعني لا يقدم ولا يؤخر، لأنه أنت تخاطب الشريحة ساذجة يعني في حقيقة الأملاك. عندما تأتي وتطرح كلام جيد ستجد من يتقبله من أصحاب العقول، من أصحاب من الناس من الطبقة المحترمة. أما بقية الناس لا نستطيع إرضاء الناس، غاية لا تدرك في نهاية المطاف. لكن الإنسان أو الناشط الذي يحمل رسالة وهم لا بد أنه سيترك أثر إن شاء الله، ولا ندعي أننا نملك الحقيقة كاملة أو الحق كامل. نعم. فينا قصور وفينا سلبيات، ننتظر أن من ينصحنا، من يوجهنا، نحن على استعداد كامل لأن يعني نتلافى كل الأخطاء. نعم. إن شاء الله. نعم. هل هناك مثلا خطة للأستاذ أسعد أو للكثير ممن تعرفهم على مواقع التواصل الاجتماعي نشيطين في هذا المجال، مثلا لديهم خطط عمل هذا الأسبوع أنا لازم أتحدث عن هذا الموضوع، لابد أن أركز على جزئية مهمة، أم هو وليد اللحظة مثل ما تأتي الأحداث تتحدثون ودون أي ترتيب؟ في عالم التواصل الاجتماعي الخبر هو الذي يفرض نفسه. أنت لا تستطيع أن يكون حديث الساعة في جانب وأنت تغرد خارج السرب، لن يلتفت إليك أحد. نعم. فالأخبار والمواضيع والمحاور هي التي تفرض نفسها على الكل، حتى على المغرد أو الناشط أن يتكلم في هذا المجال، لأنه اهتمام الناس. نعم. أنت مستحيل يعني الناس مهتمين في هذا الوادي وأنت تخاطبهم في وادي آخر، يعني يعتبر هذا نوع من الـ دعني أقول الغباء إن صح التعبير. نعم. فالمواضيع هي التي تفرض نفسها أحياناً.
يكون في بالي مثلا انه ساتكلم اليوم عن كذا كذا ويكون عندي مقاطع جاهزه يعني اوريدي عاملها، فياتي خبر فاترك ما كان جاهزا وانطلق في الخبر الذي يعني فرض نفسه والذي هو حديث الساعه. نعم حقيقه. نعم. طيب استاذ اسعد اسمح لي ان اشرك معنا في الحديث الاخ عز الدين عارف، وهو من اليوتيوبر اليمنيين المشهورين. مرحبا بك عز الدين. مرحبا بك استاذ بشير، ومرحبا بكل الضيوف الاعزاء وبكل جمهور قناه بلقيس. اهلا بك عز الدين. انت ربما لديك تجربه اخرى، صحيح انت ناشط على الفيسبوك وايضا على سناب شات او انستغرام واخر، لكن ربما اكثر اهتمامك في اليوتيوب. هل اليوتيوب ايضا له نفس التاثير ام اكثر ام اقل بالنسبه للجمهور اليمنيين حول اي قضيه معينه تتحدثون عنها؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ننكر، وهذه حقيقه يعرفها الاغلب وربما الكل، ان الجمهور اليمني يتواجد بكثافه كبيره جدا في الفيسبوك وليس في اليوتيوب. نعم. لا أدري، ربما بسبب ضعف الإنترنت في اليمن والفيسبوك لا أعرف، بس أصبحت ثقافة أن اليمنيين، أنا أسميها أقول اليمنيين عايشين في الفيسبوك، بينما مثلا بعض الشعوب الخليجية في تويتر. فنفس المقطع لو أنشره في اليوتيوب ثم أنشره في فيسبوك، في الفيسبوك يحصل أضعاف المشاهدات. لكن بالنسبة لي شغفي في اليوتيوب أفضل، و هو وسيلة لأن أصل إلى جماهير أكثر. مشكلة الفيسبوك أنه إذا نشرت هناك رسالة معينة فإن أغلب من سيتناقلها هم نفس الجمهور وهو الجمهور اليمني، لكن اليوتيوب وسيلة أفضل لأن تصل إلى جماهير أخرى غير الجمهور اليمني. وأيضا نوعية الفيديوهات وطريقة الطرح بالنسبة لي شخصيا تختلف من الفيسبوك إلى اليوتيوب. إذا كان موضوع حول مستحقات الطلاب أو موضوع يخص اليمنيين فقط، فأنا غالباً أتجه إلى الفيسبوك لأني أعرف أن الجمهور اليمني يتواجد في الفيسبوك وسيصل إلى إلى عدد كبير من الناس اليمنيين لأن هذه القضية تخصهم. أما إذا كان موضوع عام فإني أنشره غالباً في اليوتيوب، وهناك أيضاً جمهور يمني كبير في اليوتيوب يتابعني. نعم. في الآونة الأخيرة أعتقد عز الدين أصبح فعلاً اليوتيوب من أكثر المنصات أيضاً اللي يتجه لها اليمنيين، والعديد من اليمنيين بدأوا يفتحوا لهم منصات وقنوات على اليوتيوب عن طريق الإعلام الجديد، وحقيقة بدأ هناك تأثير ومتابعين يتكاثروا يعني بشكل كبير جداً في اليوتيوب. أهم القضايا عز الدين من خلال متابعتك واطلاعك على ما ينشر في اليوتيوب، هل هي مواضيع مثلا تميل إلى الترفيه، تميل إلى التعليم، تميل إلى السياسة، أم هي يعني خليط من الكل؟ جميل جدا. نعم جميل جدا ما طرحت حول أن اليمنيين اتجهوا مؤخرا إلى اليوتيوب بشكل كبير، وهذا شيء مفرح بالنسبة لي. 2017 كما يسميه بعض اليوتيوبرز اليمنيين 2017 حقنا، فيعني سيكون ثورة اليوتيوب اليمني. هناك العديد من القنوات واليوتيوبرز الرائعين المتميزين، وبعضهم ما زال ينوي الدخول، فشد على يده. جميل جدا أن يتواجد اليمنيين في كل المنصات بما فيها هذه المنصة المهمة وهي اليوتيوب. نعم. بخصوص أنواع المواضيع التي تطرح في اليوتيوب من اليوتيوبرز اليمنيين، الجميل من وجهة نظري أنها تبتعد شديد البعد أو كامل البعد عن السياسة، فهي تتنوع إما ما بين مواضيع اجتماعية، مواضيع ترفيهية، تجارب اجتماعية، مدونات يومية، مناقشة مواضيع عن تنظيم الوقت وإدارة الذات. وأنا هذا المجال هو المجال الذي نعم عز الدين مع أهمية هذه الجزئية، فعلا الكثير يعني من ضغوط الحرب والمشاكل يحاولون الهرب للترفيه ولو قليلا، سواء لمواضيع اجتماعية، ترفيهية، كوميديا وما شابه، لكن البعض ينتقد بأنكم تغردون خارج السرب، يعني لا تعيشون الواقع الذي هو في اليمن، ما رأيك؟ نعم هذا انتقاد وارد وصحيح، ولا يجب أن ويجب على كل اليوتيوبرز اليمنيين أن يلتفتوا لهذا الانتقاد بشكل جيد. قرأت تعليق في واحد بث مباشر لي في الفيسبوك قال اليوتيوبرز اليمنيين بعيدين تمام البعد عن اليمن. اولا هناك نقطتين، النقطة الأولى اتجاه الشباب لهذا الجانب، لهذه الجوانب الاجتماعية والفكرية والثقافية والترفيهية، هذا أيضا يعود لليمن بشكل غير مباشر، يجب أن لا ننكر هذا، أنه نشاط اليمنيين في هذا الموقع هو أيضا يخدم اليمن. لكن إذا كان خدمة اليمن بالسياسة فقط فأرى أن هذه نظرة قاصرة. لكن أيضا هناك لوم أو ألوم به نفسي، وهو أنا الشخص الوحيد الذي أستطيع أن ألوم وهو نفسي، أنه هناك تقصير من واجبي أنا كيوتيوبر، ولا أعلم عن بقية اليوتيوبرز اليمنيين،
حيث أني لست مخول أن أنتقدهم هنا، لكن هناك تقصير من جانبي في طرح قضايا اجتماعية تهم اليمن أو الالتفات إلى وضع اليمن، لكن عن هذا اللوم سيتحول إلى عمل، وهناك فيديوهات قادمة ستحاول مناقشة مواضيع في اليمن، لكنها تحتاج إلى إعداد بمستوى جيد وإن شاء الله تكون موجودة في القريب العاجل. طيب عز الدين تكرم بالبقاء معي، وأيضا الأستاذ أسعد الشرعي يتمنى أن يعني يتم إصلاح السكايب حتى نرى صوتا وصورة. نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه التصريحات حول موضوع الحلقة عن المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي ومدى التغيير الذي يحدثونه، ومن ثم نكمل النقاش في هذه الحلقة. ابقوا معنا. وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر أكيد يعني من الوسائل البديلة للإعلام، وهي أكثر انتشارا في المجتمع في الصغير والكبير الذكر والأنثى، وهي يعني مرغوبة أكثر من التلفاز، ولكن فيها يعني نوعا من السلبيات التي يستخدمها بعض الشباب وبعض الشابات وبعض الطلاب وبعض الطالبات. نعم يعتبرون إعلام بديل، وخاصة الثقات منهم، مش كل من يمتلك مثلا وسيلة اجتماعية يتواصل بها قد يكون ثقة، لكن الذي عندهم الثقة الزائدة يعتبر وسيلة إعلام. طبعا الأشخاص في التواصل الاجتماعي بيعتبروا بديل كثير في هذا الوقت، لأن معظمنا يعني صغير أو كبير بغض النظر عن تفاوت السن بننجذب كثير في التواصل الاجتماعي، وبنصدق للأخبار في التواصل الاجتماعي، ومعظم الوقت بنكون على هذه يعني في هذا المجال أكثر من التلفزيون أو الإعلام التلفزيوني والإذاعي. أتاحت فرصة نوافذ التواصل الاجتماعي لكثير من رواد الفيسبوك أن يكونوا إعلام مختلف، إعلام ربما بكل سهولة أن يصل إلى عدد كبير من الناس. ربما مع تطور العصر ومع تقدم التكنولوجيا أصبحت هذه الميزة إعلام بديل إلى حد كبير، مع أنها لا تخضع لضوابط، لا تخضع لمهنية عالية، لكن هي في الأخير تصنع رأي عام وتنتشر في أوسط المجتمع ربما أفضل من بعض وسائل الإعلام الموجودة، لكنها كما قلت لك لا تخضع لمعايير ولا لمهنية، فعادة ما تكون فيها نوع من اللغط ونوع من الأخذ والرد، ويصبح الرأي متروك دون أخذ وعطاء من الشخص. لو تتبعنا تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي لوجدنا أنها تزحف يوما بعد يوم نحو السيادة الكاملة على وسائل الإعلام، خاصة وأن تلك الوسائل اشتملت على الصوت والصورة والفيديو إضافة إلى الكتابة، أي أنها شملت الوسائل المعترفة التي كانت مستخدمة في الوسائل التقليدية، ولكن جعلت منها التكنولوجيا في مكان واحد وفي وقت واحد. نلاحظ أن هذه الوسائل تطورت، أولا أصبحت مصادر للأخبار وسائل التواصل الاجتماعي كسرت كثير من القيود، مثلا على المستوى الحكومي أو المستوى الرسمي يذهب الصحفي اليوم إلى صفحة المسؤول بدلا من العمل التقليدي عقد مؤتمر صحفي ويأخذ منها التصريحات أو تغريدة التي تتحول إلى خبر. هذا من الناحية الرسمية أصبحت في صعود كبير، ووصولا إلى رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب الذي جعل من صفحته مزار كثير ونشر من خلالها الكثير من الأخبار التي كان يفترض أن يعقد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ويأتون الصحفيين. هذا أعطى دفعة جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا تابعنا هذه المجموعة من التصريحات حول وجهة نظرهم على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف أصبحت هذه المنصات تشكل مصدر للتغيير والتأثير، وأيضا حتى على مستوى التصريحات الرسمية كما تحدث أحد الضيوف. أعود للأستاذ أسعد الشرعي. أستاذ أسعد من جديد عدنا لك، هناك من يتحدث أن مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وجه التحديد الفيسبوك للشريحة اليمنية نوع من يعني نظرة غير يعني جميلة، أو ربما ينظروا اليمني بأنه أصبح الفيسبوك لمن هب ودب، وليست هناك طرق ترشد منهم على مواقع التواصل الاجتماعي عند تناول أي قضية معينة أو حدث معين، ما رأيك أنت؟ هو في الحقيقة أخي الكريم أن مواقع التواصل الاجتماعي كلها هي لمن هب ودب في حقيقة الأمر، كما قال أحد الذين تدخلوا قبل غيرنا، ولا تخضع لأي معيار، أي واحد ممكن يغرد وأي واحد ممكن ينشر، لكن المعيار في نهاية المطاف للجودة، للكلام الذي يلامس الجرح، للكلام الذي يلامس هموم الناس.
أهم نقطة في الناشط هو أن يلامس هموم الناس وأن يقول ما يريد الناس أن يقولوه ولا يستطيعون. أحيانا بعضهم لا يستطيع أن يعبر فيأتي مقطع من شخص كأننا البعض يأتي ويقول يا أخي كأنك تتكلم بلساني، وهنا هنا السر. أما هي مفتوحة يا أي واحد عمل لك حساب وانشر كما تريد، يعني غثاء كغثاء السيل، لكن في نهاية المطاف تحدث الغربلة ولا يصح إلا الصحيح ولا يبقى إلا في المقابل أستاذ أسعد. نعم، لكن في المقابل ترى ربما بعض المقاطع السخيفة أو بعض المقاطع التي غير هادفة تلقى الملايين المشاهدات أو مئات الآلاف أو عشرات الآلاف. أنا أريد أن أنبه إلى هذا النقطة وفرصة أن أقولها من على منبركم منبر قناة بلقيس، أنه هناك ما يشبه الرغبة الشديدة للشهرة في مسألة مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف الشديد البعض إنجاز التعبير وسامحوني أن يكون التعبير قاسي نوعا ما، يريد أن يدخل الشهرة من مؤخرتها للأسف الشديد، فيقفز على الثوابت ويخرج عن المألوف ويعني يحاول أن يلفت خالف تعرف بأي طريقة، كالرجل الذي بال في زمزم. هؤلاء هذه الشريحة كثيرة جدا موجودة في تويتر وفي، لكن شهرة هؤلاء قد يشتهروا لكنهم يشتهرون بشيء سخيف للغاية. جميل أن يشتهر الإنسان بالقيم العالية ودفاع عن الثوابت، دفاع عن دينه عن وطنه عن هموم الناس، جميل أن يشتهر هكذا، لكن لا دعوا الشهرة تأتي إليكم، هي لا تبحثوا عنها إخواني الناشطين. لو اشتهر نعم وش يعني يشيروا لك بالبنان ولا يصوروا جنبك؟ نعم أستاذ أسعد، ربما فقدنا بك الاتصال، هناك إشكالية بالتأكيد سنصلحها. نشرك معنا في الحديث من إسطنبول الناشطة السياسية الأستاذة نادية عبد الله. مرحبا بك أستاذة نادية. مرحبا بك. أهلا بك أستاذة نادية. جميع المشاهدين ومرحبا بك أيضا. أنت كيف تتابعين مواقع التواصل الاجتماعي، منصات الإعلام الحديث؟ أقصد هنا في اليمن أو من هم معنيين بالشأن اليمني، كيف تتابعينها؟ هل هي عند المستوى، هل هي فعلا أصبحت ذو تأثير واسع، أم هناك نوع من الأسفاف في بعض المواضيع التي لا تؤثر في الناس وإنما البحث عن الشهرة كما تحدث الأستاذ أسعد؟ طبعا نعتقد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت أهميتها في اليمن تقريبا منذ 2011 مع بداية انطلاق الربيع العربي، كان لها أهمية كبيرة جدا لأنه تحول كثير من التحول المواطن اليمني أو الثائر اليمني إلى صحفي إلى صحفي متكامل، يعني تحول إلى نقل كل الأحداث التي تحصل حوله إلى مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لغياب أصلاً القنوات التي تنقل صوت المواطن، تنقل الثورة بشكل صحيح. فكان للمواقع التواصل الاجتماعي دور كبير جداً في الربيع العربي، سواء كان باليمن أو مصر أو بأي دولة من الدول الربيع العربي، فأعتقد أنه لعب دور مهم وفعال جداً بالذات في 2011. كثير من الصور، كثير من صور الشهداء، من أحداث الاعتداء وانتهاكات ضد شباب الثورة، كان لولا مواقع التواصل الاجتماعي تم نشرها، ولولا الشباب الذي قاموا بتصوير تلك الأحداث عبر تلفوناتهم ونقلها عبر هذه المواقع. نعم، هذا التأثير اليوم أيضا في أحداث الانقلاب في اليمن لمواقع التواصل الاجتماعي دور كبير جدا، بالذات الفيسبوك. اليوم كثير من انتهاكات الفوتي، من انتهاكات التي تحصل في اليمن، كثير يتم تداولها أو نجدها أو لا نسمع بها إلا في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بعد ذلك تنتقل إلى القنوات الفضائية. يعني كثير من قضايا الرأي العام يتم تفعيلها فعلا في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بعد ذلك تجبر صناع القرار على اتخاذ القرارات اللازمة. يعني فأعتقد أنه موضوع المواقع التواصل الاجتماعي مهم جدا، بالذات في وضعنا نحن في اليمن مع غياب الكهرباء، مع غياب الكثير من وسائل الاتصال، فلم يبقى أمام المواطنين غير الفيسبوك والواتساب والتويتر وهذه المواقع. نعم، المؤثرون أستاذة نادية، المؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي هل فعلا أصبحوا ذو تأثير فعلي عندما يتحدثون عن قضية معينة أو نشر هاشتاج معين حول مثلا المختطفين أو عن القصف أو عن طيران أو عن الميليشيا أو عن الانتهاكات؟ هل فعلا أصبحوا ذو تأثير وعندما يتحدثون يصل هذا الصوت ويتم التغيير والتجاوب مع هذا
مع هذه الحملة التي تقوم وينشرها المؤثرون؟ طبعاً أكيد، بالذات مثلاً بما يخص اليمن، أعتقد أنه الفيسبوك أكثر فعالية من تويتر وأكثر فعالية من مواقع التواصل الأخرى. نعم. شاهدنا كثير خلال من 2011 إلى اليوم كثير من القضايا التي استجاب بعد ذلك صناع القرار واستجاب بعد ذلك الرئاسة والحكومة، استجابت لهذه القضايا بعد خوض قضية رأي عام في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك. يعني كثير من القضايا تم أولا التفاعل معها وعمل حملات إعلامية، حملات اجتماعية وهاشتاغات داخل الفيسبوك، ثم بعد ذلك وجدنا مباشرة بعد ذلك التفاعل الحقيقي من الحكومة من الرئاسة، وجدنا قرارات أصدرت. يعني كثير من القرارات تم اتخاذها بعد حملة إعلامية شديدة، بعد لأنه أصبح الفيسبوك في اليمن هو قراءة للواقع، قراءة للناس، لآراء الناس، ماذا يريدون. فعندما مثلا يحدث قرار خاطئ مثلا الناس تتداوله وتكون ضده وترسل لها هاشتاغات ضده، نجد بعد ذلك تفاعل وردت واستجابة من الرئاسة أو من الحكومة ومن الشرعية لهذه القرارات وإلغائها وغير وكثير من القضايا. نعم، أمام هذا التأثير أستاذة نادية، ألا تعتقدي أيضا على الجانب الآخر هناك يعني من هم على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ربما منصة لنشر العنصرية الطائفية، لنشر التعصب حول أي قضية معينة مناطقيا طائفيا، كيف يمكن ترشيد هؤلاء الذين يعني بدل أن تستخدم هذه المواقع لنشر المحبة، لدعم مثلا الحكومة الشرعية، لدعم أي قضية، لمناصرة أي حدث معين، تنعكس سلبا على الأحداث الأخرى كزرع المناطقية والطائفية أو ما شابه ذلك؟ طبعا هذه طبعا من الصعب التحكم بآراء الناس داخل الفيسبوك او داخل مواقع التواصل الاجتماعي، لانه ليس هناك لا رقيب ولا حسيب عليها. ولكن انا مؤمنه ايمان كامل ان كل هذه القضايا الغير عادله تنتهي مع الزمن. يعني عندما نجد شخص يحاول الدعوه الى الطائفيه والعنصريه تجد هذه الدعوه تنتهي سريعا لانها ليست دعوه عادله. يعني كثير من الاشخاص حاولوا استخدام هذه المواقع، لكنها تحدث شرخا في المجتمع وتحدث فعلا اثر في نفوس من المتابعين. لكن بالعكس نجد فائده اخرى، انه هناك كثير من الاقنعه سقطت، وكثير من الشخصيات التي كنا نظن انها شخصيات وطنيه وان شخصيات لها قيم ومبادئ وثوابت، الحمد لله المواقع التواصل الاجتماعي كشفت لنا هؤلاء الناس وأسقطت الكثير من الأقنعة التي كنا نظن أنهم يعملون لمصلحة الوطن، فوجدنا آراءهم بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن. بل يجب أن نرى الفوائد والإيجابيات من مواقع التواصل الاجتماعي ولا ننظر لها فقط من زاوية واحدة، زاوية سلبية. هناك فعلا سلبيات، ولكن في الأول والأخير القضايا العادلة، القضايا الغير عادلة تموت. نعم. عندما يدعو شخص للطائفية، يدعو للعنصرية، للقتال، يدعو للعنف، هذه جميع هذه القضايا الغير عادلة تنتهي سريعا. يعني مهما كانت دعوته، مهما كانت حملاته، نجد أنها لا وجود لها على أرض الواقع أو لا يستجاب لها على أرض الواقع. نعم. وقد لاحظنا الكثير من الحملات التي قام بها بعض المناصرين للإنقلاب، كثير من الحملات قاموا بها مثل كفاية وورك، لا تعودون إلا بالسلام، كثير من الحملات التي لا يراد بها خيرا وانما يراد بها شرا، لم يحدث لها اي استجابه. يعني قاموا بتلك الحملات فانتهت مثل ما بدات. وهناك كثير من الحملات العكس، عندما تكون القضيه عادله تنتهي الحملات الى ما في الى تنتهي بقرار عادل، يعني تنتهي بشكل صحيح. نعم. طيب استاذه نادر، اتيك بسؤال اخير فقط، ما الذي تتمنيه مثلا من هؤلاء الذين اصبحت لهم منصات على مواقع التواصل الاجتماعي واصبحوا ذو تاثير في يعني الرسالة التي تريد أن توجهها لهم وأن يلتزموا بها وأن يعملوا بها وأن تكون نصب عينهم؟ أتمنى أن يكون لديهم مبادئ وقيم، يحافظوا على هذه المبادئ والقيم التي هي بما فيها مصلحة الجميع، ما فيها مصلحة اليمن كامل. ألا يبحثوا فقط عن الشهرة أو محاولة أن يقدموا أنفسهم لطرف معين حتى لا يخسروا، يعني أن يتعالوا عن مصالحهم الشخصية ويكون مصلحة الوطن فوق كل شيء. يعني كثير من للأسف بعض الناشطين الذين نجدهم على مواقع التواصل الاجتماعي يبحث عن بعض القضايا التي تعطي نوع من الشهرة. الشهرة في الأول والأخير تنتهي إذا لم تكن حامل مبدأ حقيقي تكون ثابت عليه مهما طال الزمن، فتنتهي سريعا تلك الشهرة ويكتشف الناس ويسقط القناع عن هذا الناشط، ويكتشف الناس أنه ما قام بتلك الحملة إلا من أجل أخذ الشهرة وأنه ليس لديه لا قيم ولا مبادئ. فأتمنى أن يستخدم هذا المواقع في الشيء الصحيح والمحافظة على القيم والمبادئ، وبالذات القيم والمبادئ والثوابت الوطنية التي يجب أن نجتمع جميعا عليها.
شكرا جزيلا لك يا الناشطة السياسية والإعلامية نادية عبد الله، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. وعودة إلى لندن عبر السكايب مع اليوتيوبر عز الدين عارف. عز الدين، عدنا لك مجددا، ربما طال الحديث سياسيا ويعني بعدنا عنك وعن النقاط التي كنا نتحدث فيها عن اليوتيوب وما شابه ذلك. في اليوتيوب أيضا عز الدين أكثر المقاطع انتشارا رواجا بين الناس، مثلا بعض اليوتيوبر يتحدث يقول أنا يا أخي ما لي علاقة بالسياسة، أنا أشتي أضحك، يعني أبحث عن من يسلي علي، أبعد عن هذا الواقع. وترى ربما أغلب ما ينشر على اليوتيوب هي تلك التي تبحث عن الترفيه أو الكوميديا أو ما شابه ذلك، وعندما تكون المواضيع المتعلقة سواء تعليمية أو هادفة لا ترى أو لا تلقى رواجا واسعا. نعم، هذا شيء طبيعي جدا، أن الإنسان يحب الترفيه أكثر من الفائدة، ولذلك إحنا دائما إذا خيروك أنك تشوف درس علمي وتشوف فيلم ممكن تتفرج الفيلم، فهذا شيء طبيعي ولا يجب أن نلوم لا صانع المحتوى ولا الجمهور. لكن أنا وجهة نظري في الموضوع أن هناك ثلاثة أنواع من المحتويات: المحتوى الممتع وهو سهل الإنتاج، أن تعمل فيديوهات مضحكة مثلا، والمحتوى المفيد وهذا أصعب قليلا لكنه ليس بالصعوبة الشديدة، لكن المحتوى الذي نرجو الوصول إليه ونرجو أن يكون كثير وهو الممتع والمفيد في نفس الوقت، أن يوفر المتعة للمشاهد لكي لا يمل من الفيديو. طبيعي جدا أني أمل من فيديو إذا كان كله فقط فائدة ومعلومات لمدة 15 دقائق، طبيعي أن أمل، لكن إذا كانت هذه الفائدة مصحوبة بمتعة، إذا كان الأسلوب ربما تكون نفس المعلومات نفس الفائدة لكن الأسلوب يختلف، فالأسلوب هو المهم، وهذا هو أصعب مرحلة في مرحلة صناعة المحتوى. من السهل أن تصنع محتوى ممتع، من السهل أن تصنع محتوى مفيد، لكن أصعب شيء هو أن تصنع محتوى ممتع ومفيد، وبإذن الله نحاول أن نسير في مثل هذا المحتوى الذي يوفر المتعة والفائدة في نفس الوقت. نعم، أكثر المؤثرين في منصة اليوتيوب من خلال متابعتك عز الدين أحدثوا تغييراً في أي مجال معين، من هم؟ طبعاً هذا شيء ليس صعب، ليس بالضرورة، نعم أخي عز الدين، ليس بالضرورة ذكر أسماء، ولكن أقصد من هم في أي مجال متجهين وأحدثوا تغييراً في هذا المجال. والله المشكلة اليوتيوب أو السوشيال ميديا بشكل عام إنك تستطيع أن تقيس بعض الأشياء ولا تستطيع قياس بعض الأشياء. أقول لك كيف، مثلاً أستطيع أن أقيس كم المشاهدين، 1 مليون أو 5، لكن ربما 1 مليون اللي شاهدوا الفيديو لم يتأثر أحد منهم ولم يأثر شيء في حياتهم، بينما 5 خلينا نقول 2 منهم تأثرت حياتهم. نعم. لكن كيف ممكن نقيس هذا الشيء؟ هذا الشيء شوية من ناحية القياس صعب، لكن من الأشياء الظاهرة التي قام بها مثلا بعض اليوتيوبرز ليس اليمنيين وإنما في بعض الدول، أنهم يقوموا بحملات جمع تبرعات سواء للاجئين سواء للصومال سواء لغيرها، فيستخدموا القاعدة الجماهيرية التي لديهم في أن يقوموا بأعمال ملموسة في أرض الواقع، وهذا ما أرجوه من نفسي أولا ثم من أي شخص مشهور في أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، أن لا يحتصر ولا يحصر نفسه بعدد المشاهدات والمشتركين واللايكات، وإنما أن يسعى لإيصال تأثير، وإن كان هذا التأثير على حساب المشاهدات فلتذهب بالمشاهدات وليبقى التأثير، لأنه هذا الشيء الذي نحن نسعى إليه وهذا الشيء الذي نحن بحاجة إليه، لسنا بحاجة لأن نجمع ملايين المشاهدات دون أي تأثير. نعم. جهة نظري طبعا. نعم، عز الدين تكرم بالبقاء معنا. نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية عن المؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي، عدها الزميل أسامة القطيبي، ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. We'll be right back.
حياكم الله من جديد، وهذه المرة إلى الرياض مع الأستاذ مروان المريسي، ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك أستاذ مروان. حياك الله. حياك الله وبياك أنت وجميع الزملاء معك في البرنامج. مرحبا بك مروان. من دراسة علمية وأنت مهتم ربما بصورة واسعة ومطلع على مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا لا نرى اليمنيين مثلا مهتمون بمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى كتويتر ويوتيوب وإنستغرام وغيرها، وأكثر تركيز اليمنيين على الفيسبوك؟ والله أستطيع أن أحيل المشكلة هذه إلى سببين. ربما السبب الأول هو سبب عام، وهو أن البنية التحتية ما زالت تعاني الكثير الكثير من المشاكل، وهذه تستدعي أن نوجه نداء إلى المسؤولين بضرورة توفير خدمات إنترنت متميزة تتيح للجميع اليمنيين أن يستمتعوا وأن يبدعوا في هذه المنصات. يعني الآن مثلا ظهرت في السنوات الأخيرة تطبيقات مثل مثلا سناب شات يستهلك كمية كبيرة من الداتا. فأنت مثلا شخصيا كم تعرف من المؤثرين اليمنيين في سناب شات؟ يمكن تقول عدد قليل أو يمكن يكون صفر. فعلا سناب شات إذا لم يكن لديك يعني داتا مناسبة من الإنترنت لن تستطيع الاستفادة والإبداع في مثل هذا التطبيق. السبب الآخر وهو سبب خاص، وهو سبحان الله يعني تنوع بيئات المجتمع مع شبكات التواصل. يعني مثلا تجد هنا في الخليج الناس كلهم في تويتر، بينما في مصر واليمن في فيسبوك. يعني هي كده الناس بدأت في فيسبوك ويعني استغرقت فيه، فوجدت انه لا والله احنا تاريخنا السابق وتأثيرنا والنجاح التراكمي اصبح في فيسبوك، فصعب اني ابدا من الصفر واروح تويتر. نفس الكلام يقولوا هنا السعوديين عن فيسبوك اللي هم يعني نعم مستغرقين او كثير في تويتر وجودهم. نعم. طيب مروان اسمح لي انا اعود فقط لعز الدين لنودع بسؤال اخير، ومن ثم اعود اليك نتحدث بصوره تفصيليه عن يعني الهاشتاج التي تنتشر، ما هو الاليه التي يمكن على ضوئها تصل اكثر الهاشتاجات وصولا حول اي قضيه او حدث معين. عز الدين عوده اخيره فقط اليك في ختام يعني او قبل توديعك، النصائح الارشادات التي ربما تحرص أن يفهمها جميع من هم مهتمون بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى وجه التحديد يوتيوب حتى يصل صوتهم ويصبحوا ذو تأثير في المجتمع. النصائح، أنا أول من يحتاج هذه النصائح، لكن هي كالتالي. أولا معرفة سبب تواجدك في منصة ما، إذا أنت في يوتيوب أو في فيسبوك، وخلينا نركز على يوتيوب كونه هذا الشيء اللي أنا مركز عليه. اسأل نفسك سؤال، ليش أنا في يوتيوب؟ ليش فتحت قناة؟ إذا كانت من أجل الشهرة فالله معك، يعني هذا شيء طبيعي، في ناس تبحث عن الشهرة. إذا كان من أجل المشاهدات، إذا كان من أجل الدخل المادي، فيجب أن يسأل الشخص نفسه ما هو الهدف. وهنا أنصح النصيحة الثانية، أن يكون الهدف نشر الفائدة، نشر الوعي، إحداث تغيير وتأثير إيجابي في المجتمع. أيضا أن يشارك كل منا الشيء الذي يحب هو والشيء الذي يعرف. إذا شارك كل منا ما يعرف في مجاله دون أن يسعى أن يكون كموسوعة علمية يتحدث في كل المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية، فنحاول أن نوجد شباب كل يتحدث في مجاله الذي يحب، أن تقوم بما تحب، أن تعرف السبب الذي أنت تتواجد فيه، أن يكون هدفك التأثير والفائدة وليس الشهرة. أعتقد هذه من أهم النصائح، وأيضا أشكرك. الصبر والاستمرار والتطوير، هذه من أهم النصائح للنجاح في اليوتيوب خصوصا. اليوتيوبر عز الدين عارف، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. نعم. عودة إلى الرياض مع الأستاذ مروان المريسي. أستاذ مروان، تحدثت أنت عن نقطة هامة، وهي أنه ربما عدم وجود الإنترنت الذي يسمح لكل من يعني يمارس هوايته على مواقع التواصل الاجتماعي يعني تقف عائق بسبب رداءة الإنترنت في اليمن. لكن لو رأينا حتى اليمنيين الذين هم خارج اليمن وباستطاعتهم يعني استخدام الإنترنت بسرعة فائقة جدا، لكن الاهتمام لا زال بالدرجة الأولى في الفيسبوك، رغم أن مثلا تويتر أصبح من أكثر المواقع تأثيرا ونخبويا، يحدث يعني الطبقة النخبوية أو صاحبة القرار ويكون له تأثير. هو فعلا يعني ترى يعني
مع كل الزخم هذا الموجود في تويتر، إلا أنه تويتر لا يقارن بفيسبوك. يعني فيسبوك الآن فيه 2 مليار مستخدم حول العالم، فيسبوك يطور خدماته بطريقة مذهلة جدا، لكن تويتر إن جيت للأعداد 330 مليون يمكن تقريبا، وتويتر ما زال فيه مشاكل كثيرة جدا جدا. فيسبوك يطور نفسه بطريقة مذهلة جدا على مستوى البث المباشر، على مستوى مشاركة الصور، على مستوى يعني أنت تستطيع أن تشارك ألبوم كامل في فيسبوك، بينما في تويتر يدوب 4 صور. وإن كان لتويتر، يعني لا ننكر لتويتر مثلا الفضل في أنه كان أول من بدأ فكرة الهاشتاجات، وإن كانت برضو حتى هذه الفكرة لم تكن من الشركة نفسها، وإنما اقترحها أحد المتابعين فاعتمدتها الشركة. فهذا الصراع الذي فيه تفاضل وتكامل بين الشبكات هذه، نحن يهمنا كيف نستفيد من من من, من هذه الميزات. متى المفروض أني أوجه رسالة في الفيسبوك، ومتى المفروض أنه لا والله أنا عندي رسالة مختصرة وجيزة فالأفضل لها يكون تويتر؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى ممارسة، وتحتاج إلى يعني تجربة، وليس من العيب أن نخطئ. يعني أنا أذكر مارك زوكربيرغ كان في كلمة التي ألقاها في جامعة هارفارد يقول يعني أنا أقترح ومن الضروري أن الحكومة تسن ميزانية خاصة بالمحاولات. يقول يعني إحنا يعني على كل خبرتنا لا نستطيع أن نقول لا والله هذه الفكرة ممكن تنجح وممكن أو إنه ممكن ما تنجح. يجب أن يكون هناك مبدأ عندنا اسمه مبدأ المحاولات، نحاول ندعم هذه الفكرة، نمولها، نجرب، إن نجحت وسنحدث تغيير ونصل. طيب أستاذ مروان، لضيق الوقت سؤال أخير فقط، وحابين نستغله في معلومة، يعني أكثر الهاشتاج انتشارا، ما هي الأسباب التي تجعل هذا الهاشتاج ينتشر بصورة كبيرة ويصبح مثلا ترند عالمي؟ جميل. أظن أنه أهم ميزة أو أهم سبب في نجاح أي هاشتاج هو أن يلامس جرحا. إذا لامس جرحا أو يعني استدعى احتياج، فإن الناس ستتفاعل معه، لأنه دائما الهاشتاج الذي يلامس احتياج، يلامس جرح، يعني يدعوك لأن تشارك فيها أو يكون شيربل، يعني قابل لأنه يشاركه الملايين، غير الهاشتاج اللي يكون والله يعني الفكرة صغيرة، الهدف ضيق محدود. أكيد أنها لن تلقى انتشارا. أشكرك جزيل الشكر، الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي مروان المريسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر أيضا لليوتيوبر عز الدين عارف، كان عبر السكاي من لندن. والشكر أيضا للناشط السياسي في مواقع التواصل الاجتماعي أسعد الشرعي، وكذلك للناشطة السياسية والإعلامية نادية عبد الله. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحايا منتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، وأيضا معد الحلقة الزميل أسامة القطيبي، وكافة الطاقم الفني. في الختام تحياتي لكم بشير الحارثي، حتى الملتقى لحلقة جديدة من بين قوسين. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم ورحمة الله.